اغلبيه المرضى بنخليهم يعملوا المنظار الرحمي ده. هذه القفزه التكنولوجيه المكلفه خلت نسب النجاح في بعض الاحيان بتفوق نسب الفشل. الحضانه الذكيه. تقنيات في ايد الطبيب بيقدر ان هو يستخدمها زي ما هو عايز. الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعه القاهره، استشاري العقم واطفال الانابيب، زميل الكليه الملكيه لامراض النساء والتوليد لندن، دبلوم امراض الخصوبه جامعه جنيف سويسرا، زميل الجمعيه الامريكيه للخصوبه، زميل الجمعيه الاوروبيه للخصوبه، رئيس مجلس اداره مستشفى بدايه. استاذنا القيمه العلميه الكبيره الاسم العالمي الاستاذ دكتور اسماعيل ابو الفتوح، اهلا بك. اهلا وسهلا. النهارده يعني حلقه مختلفه، احنا هنتكلم النهارده باسلوب الكيس ستادي، وده اسلوب يشترك فيه النساء والتوليد والبطنه. ايوه احنا الاثنين ملوك الكيس ستادي. والكيس ستادي معناها دراسه حاله، يعني هنتكلم على حاله واقعيه كلينيكال عمليه، ودي يعني الحالات دي اختيرت بعنايه من خلال يعني تاريخكم 20,000 حاله حقن مجاري، ده رقم رهيب. 20,000 حالة، ده رقم كبير جدا. 20,000 حالة حقن مجهري عبر سنين طويلة. لكن خلينا نقول انه بداية هي اللي بتلعب الدور الاكبر في ترتيب هذا الامر، لانه فريق البحث العلمي ده مهم جدا داخل مستشفى بداية، لعب دور في ترتيب هذا الكيس او هذه الحالات بالطريقة الاولى. نبدأ معا الحالة الاولى. الحالة الاولى حالة سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، حملت بتوأم بعد عمر أو بعد عقم دام 28 عام. السيدة دي تنلمز لها بحروف ميم عين، عندها 45 سنة وتزوجت وكان عمرها 19 سنة، أول جواز كانت مدته 8 سنوات ولم يحدث إنجاب خلال هذه الفترة، ودم الطلاق على الرغم من أنه زوجها أكد أو وجد أنه سليم 100%، والمشكلة أكيد عندها. تزوجت مرة ثانية بعدها بخمس سنوات من راجل متزوج وعنده 3 أبناء وأيضا لم تنجب. في خلال 8 سنوات زواج تأكدت فعلا أنها تعاني من العقم، بما ان اساسا الزوج الاول زوجها الثاني ده عنده اولاد. انفصلت عن الزوج للمره الثانيه وكانت عندها 41 سنه، تزوجت مره ثالثه بقى عند عمر 43 سنه. الغريب ان الست دي لم تدخل عياده طبيب نساء الا عند سن 44 سنه، وكانت المفاجاه انها لم تكن تعاني من ابدا من اي شيء من حمل الانجاب، وبالفعل بدات في اجراءات الحقن المجهري ولم ينجح في اول مره، ولكن قدره الله نجحت ثاني مره وحملت في توأم الان هي تمتلكهم، يعني هي اساسا ام لتوأم. الحاله دي طبعا احنا الغريب احنا دايما بنجيب الحالات اللي هي ما هياش كومن قوي، يعني مش كومن قوي انك تسمع ان واحده عدت سن ال 40 او ال 45 او 44 وحملت والحمل تم بطريقه سليمه، لكن دي حاجه بتقول ان احنا ما فيش، يعني دايما الحالات اللي بنبريزنت هي حالات قليله بس موجوده، بحيث ان احنا بندي امل برضو للناس ان دايما في امل في الاخر خالص. انا دور الطبيب في الاخر خالص ان هو مع تقدم العمر بتاع المريضه ان هو بيقول لها على الاودز بتاعت الحمل بتاعتها، سواء كانت عن طريق الطبيعي او عن طريق الحمل المجهري. يعني المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود مخزون ما بين المبيضات نفسه بيكون قليل، جايز هم هنا ما عبروش قوي عن الموضوع، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله برضو لو كان المخزون جيد، ولو كان وفي بعض الحالات احنا عندنا حملوا في سن بعد ال 40 حالات كتيره جدا، لكن النسبه اقل. يعني مش هنقارن مثلا مجموعه من الناس اللي حملوا في سن ال 40 مجموعه من الناس اللي حملوا في سن ال 20، اكيد اللي في العشرينات هيبقوا اكتر، لكن لا زال في امل عند اللي هم في ال 40 وفوق ال 40. القصه كلها بقى في انتقاء البروتوكولات المناسبه بالنسبه للناس دولت، وان احنا بنشوف اذا كانت مثلا عندها عملت قبل كده ولا لا، نشوف اذا كان في عندها مشاكل بحيث ان احنا نتفاداها، لان بروبابلي هي تعمل مره او مرتين بكتير، مش هتعمل اكتر من كده. يعني ما ينفعش ان احنا يبقى في مثلا عندها لحميه داخل التجويف الرحمي واحنا ما شفناهاش، ما ينفعش ان يبقى عندها مشكله معينه واحنا تغاضينا عنها. فانت لما بتعمل البروبر زي ما تقول الهوم ورك بتاعك كله كطبيب بتعمل الشغل كله،
وبعد كده بتشوف اذا كانت هتحمل ولا لا. في الحالات اللي زي كده لازم بتكون قايلها كل حاجه، تكون قايلها نسب النجاح بتاعتها قد ايه، هتبقى وات ايفر، وهي بتقبل هذا. والحاله دي الحمد لله انا فاكر كويس جدا، هي من اول مره كانت هتفقد الامل، وبعد كده جوزها هو اللي اصر انها تعمل مره ثانيه، والحمد لله حملت وكملت يعني. طيب كام سؤال مهمين قوي. هي ما راحتش للدكاتره قبل كده؟ يعني اول مره كانت تدخل مستشفى مركز نساء وتوليد كانت في بدايه في بعد سن 43 سنه، قعدت طول عمرها. هي ده الخطا الوحيد ولا في اخطاء ثانيه؟ والزوج هو ده خطأ الاول طبعا والتاني. طبعا ده خطا يعني. هو المفروض طبعا ايه في الفتره الاولانيه، احنا دايما بقول ايه، كل ما نسرع بان احنا ناخد قرار العلاج من تاخر الانجاب لازم ان احنا ناخد فيه بسرعه. وبعدين هي حتى لو كانت المشكله عندها او عند الزوج، ما هم الاثنين بنتعاملوا ككابل يعني. احنا علاجات تاخر الانجاب وعلاج بالذات في الاخصاب المساعد بنتعامل مع الكابل الاثنين مع بعض، مش لازم يكون هي المشكله عندها او المشكله عنده. ولو مشكله عند الاثنين اصلا دايما هنلاقي لها حل في الاخر خالص. والتقدم اللي احنا وصلنا له دلوقتي بقينا بنلاقي حل لاغلبيه المشكلات. يعني في ناس كتيره جدا كانوا زمان يعتقدوا ان لو مثلا الزوج عنده العدد قليل جدا يبقى خلاص مستحيل انه يحمل، لو الزوج عنده لو الزوج ازوسبيرميك ما عندوش ولا حيوان منوي. ما احنا بناخد عينه من الخصيه وبنقدر ان احنا نشتغل بيها حقن مجهري. الحالات اللي زي كده هي ديت اللي يعني التقدم العلمي والتكنولوجي اللي حصل في موضوع الاخصاب المساعد ده خلى كلمه عقم نفسها بقت قليله قوي. يعني ما بقتش موجوده غير لو انعدام البويضات او انعدام الحيوانات المنويه حتى في عينه الخصيه. عندي سؤالين، سؤال علمي وسؤال تاني بوليسي. السؤال العلمي، هل الراجل التاني اللي جوزته اللي عنده ثلاث اولاد هل ده خلاص كده واخد صك الغفران او بمعنى اصح لا 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 احنا دايما نبص مهما كان. انا يعني دايما ايه، طبعا هو نسبه ان هو يكون عنده مشكله اقل شويه من واحد ما خلفش، لكن لا زلنا بنشوف ناس حصل عن انا شخصيا شفتها ان زوج مخلف قبل كده كذا مره وصل ان نسبه الحيوانات المنويه عنده بقت زيرو، يعني وصل لازوسبيرميك بعد كده. ما هو مع يعني في امراض كتيره جدا ممكن بتصيب بعد كده الرجال، وفي بتقلل عدد الحيوانات المنويه، في بتقلل الموتيليتي، في يعني في حاجات كتيره جدا توصل لهم. فاحنا مش لازم الطبيب يبدا علاج الزوجه اصلا قبل ما ياخد سيمن سامبل من الزوج، لان احنا انت يو نيفر نو، ما تعرفش حتى لو كان مخلف قبل كده. يعني طبعا النسبه بتكون اقل شويه بالذات لو كان سن الاطفال صغير، لو مثلا سن الاطفال بتوعه مثلا سنه او حاجه، بس ستيل لازم ان احنا ناخد عينه من السائل، لان علاجه في بعض الاحيان سهل قوي. يعني ممكن يكون المشكله في الموديل يعني نديلها علاجات، الحاجات دي كلها ده ممكن احنا نتغلب عليها. لو صناع الادب رجعوا للنساء والتوليد هيكتبوا قصص كويسه جدا من ضمنها. هل حضرتك يعني تابعت او شفت راجل بيخفي حاجة عن مراته فيقول لها انا 100% وهو مش 100%؟ كتير قوي طبعا. ده بتحصل كتير قوي. يعني لان هو في اعتقاد كده زي فولكلور مصري، اعتقاد عربي ومصري، ان الزوج لو كان عنده عدد الحيوانات المنوية قليلة ده معناها ان قدرته الجنسية او قدرته على اداء الاداء الجنسي بتكون قليلة، ودوت عكس ما هو يعني معروف. هي يعني ملهاش دعوة، يعني قصدي دي حاجة ودي حاجة. يعني احنا ممكن يحصل علاقة زوجية عادية ويكون الراجل سليم وكل حاجه كويسه، لكن ما عندوش حيوانات منويه، ودي ده مرض زي واحد عنده السكر، زي واحد عنده الضغط، زي واحد يعني عنده اي مرض ليه علاج ولازم ياخد له العلاج بتاعه. وبروبابلي اغلبيه الناس اللي بتبدا العلاج بدري هم دولت اللي بيحصل عندهم حمل. بس المجتمع الشرقي الرجاله عموما عندهم كسوف، يعني ما اعرفش ليه عندهم كسوف ان هم يجيبوا تحليل السائل المنوي. يعني كتير قوي من انا بلاقي ام جايه مع بنتها مثلا بقى لها فتره طويله ما بتحملش، والزوج نفسه مش عايز يجيب تحليل السائل المنوي. يعني انا شفت الحالات دي كتير جدا، بالذات اللي هم جايين من الارياف ومن الصعيد والحتت ديت، بيبقى الزوج مش عايز ان هو يعمل تحليل السائل المنوي ويقعدوا يتحايلوا عليه لحد ما يجيب التحليل. لكن في الاخر خالص احنا بنقول ان ديت ملهاش دعوه بالرجوله، يعني قصدي دي حاجه ودي حاجه، لان هي ممكن يكون التحليل السائل المنوي فيه ضعف مثلا في الحركه، ضعف في السائل المنوي، ما فيهوش حيوانات منويه، الحاجات دي كلها نقدر نتغلب عليها لو اكتشفناها بدري. فحوصات والبروتوكولات. انا برضو عايز افهم الكلمتين دول بالنسبه للست دي. ست عندها تجاوزت ال 40 سنه. اوكي. اول حاجه الفحوصات اللي احنا زي ما انا قلت لك لازم الاول نشوف مخزون ما بين البويضات هيسمح لها ان نعمل لها عمليه ولا لا. في ناس بيبقى مخزون ما بين البويضات ضعيف جدا، فساعتها حاجه اثنين، يا اما نقول لهم لا مش هينفع خالص ان احنا نعمل، يا اما نقول لهم نسبه الحمل بتبقى اقل شويه، يا اما هندي لهم بروتوكول بقى
يعني ان هو يجيب لها تبويض كتير. بالنسبه للسيده ديت بدات بحاجه اسمها انتاجونس بروتوكول. انتاجونس بروتوكول في المرتين الحقيقه. انتاجونس ده بروتوكول جديد غير البروتوكولات القديمه اللي هو بيزود لنا شويه فرصه ان احنا نجيب بويضات. بندي جرعات كبيره الى حد ما من ادويه التنشيط، وبدل ما كنا بندي ادويه تقلل نشاط الغده النخاميه قبل ما نبدا اللي هو البروتوكول الطويل، لا احنا بنعمل البروتوكول القصير وبنمنع ان البويضات تخرج في غير معادها عن طريق ان احنا بندي حاجه زي الانتاجونست وبنسحب البويضات. الانتاجونست يعني معاكس، حاجه بتعاكس كده هو اللي هو بيخلي بالظبط. فبالتالي بنقدر ان احنا نسحبه في الوقت اللي احنا عايزينه، وبالتالي البروتوكول دوت بيبقى ناجح جدا مع الناس اللي هم سنهم تعدى ال 40 يعني. الست دي ولدت ولا لسه؟ لانه انا الورق ما ده ولدت الحمد لله. الاولاد طلعوا كويسين ولا في قلق دايما؟ ما هو ده بقى ده برده من الحاجه اللي احنا عايزين نعرفها. الناس تقول ايه، طب انا اقعد اجل الحمل بتاعي لحد ما بقى بعد ال 40 او بعد ال 43؟ لا، هم الحمد لله هم طلعوا كويسين. احنا بنعمل حاجه اسمها نيوكل ترانسلوسنسي، بنعمل فحوصات اثناء الحمل نفسها، بنعمل نيوكل ترانسلوسنسي عند الاسبوع ال 12 نشوف اذا كان في مشكله عندهم ولا لا. دولت ما كانش عندهم النيوكل ترانسلوسنسي كانت كويسه، ما عملتش امنيوسنتيسيز. لان يعني انا عايز افهم الحته الاولانيه، يعني ايه نيوكل؟ دايما بنشوف اللي هي المنطقه اللي ورا عنق الطفل عند الاسبوع ال 12 عن طريق السونار. بنقدر نشوف اذا كان هاي ريسك ان يكون في داون سيندروم ولا لا، اللي هو الطفل منغولي ولا لا، او اي كروموزومات ابنورماليتيز. ده بيتعمل في الاسبوع ال 12، وبنعيد تاني السونار ده في الاسبوع ال 20. لقينا ان عندها في المرتين كان كل حاجه كويسه، فبالتالي كملت لحد ما وصلت للاسبوع ال 36 او 37 وولدت في الاسبوع ال 37. فيعني قصدي الاطفال كانوا اصحاء الحمد لله. يعني قصدي طبعا احنا بنقلق زي ما انت بتقول اللي بيحمل فوق ال 40 على ان ممكن يبقى زياده في نسبه الطفل المنغول، بس زياده ما هياش الزياده بس الاكثر انها هتجيب طفل سليم. فاهم ده اللي بنقول ده؟ هي الزياده دي حسب الريسيرش، حسب البحث العلمي يعني. لا زياده عن المعدل الناس اللي سنهم صغير. بالظبط بحثيا بالزبط. بحثيا بالزبط. الحاله الثانيه هي حاله ميم الف، ودي تبلغ من العمر 33 سنه، متجوزه من 12 سنه، عندها 4 بنات. الحقيقه جوزها يعني عايز ولد، هو كاتبين بين قوسين جوزها صعيدي، هو ماشي ممكن يكون شرقاوي ممكن يكون غرباوي، معتبر انه هي السبب. هو بقى ده بقى معتبر ان هي السبب ده، ماشي بعرفنا بالظبط هو منين، بما ان كل اخوانه او اخواته عندهم ولاد. المهم قرروا يعملوا تحديد نوع جنين كويس، ويوم فحص الاجنه كانت المفاجاه، كل الاجنه وعددهم 14 جنين كلهم بنات، ما عدا جنين واحد بس هو اللي كان ذكر، حملت فيه وحملت الان في ذكر. بالظبط. هي طبعا ده من الطرائف ان احنا دايما بنقول ايه، الزوجه دايما متهمه في تحديد جنس المولود، مع ان اللي بيحدد جنس المولود هو الزوج. يعني دايما ايه، ده الكلام ده من قديم، من زمان، من ايام الميد ايفلز حتى في اوروبا وكده. كان دايما الملوك بيتفائلوا بالزوجه اللي بتجيب لهم الذكر، والانثى بيعتبروها ان هي السبب فيها، مع ان هي ما بتخرجش غير كروموزومات اكس كروموزومز. الاكس الذكر بيخرج يا اكس يا واي، لو الحيوان المنوي دوت الواي هو الخاصه بالبويضه هتبقى اكس، وهي هتبقى ولد. لو الاكس هتبقى اكس اكس، فاللي بيحدد هو الزوج. اللي احنا بنعمله في تحديد جنس المولود هو حاجه ظريفه قوي، ان احنا بنعمل حقن مجهري بطريقه عاديه خالص. بنعمل الحقن المجهري دوت، بناخد البويضات كلها وبنحقنها بالحيوانات المنويه، ما بنبقاش عارفين الحيوان المنوي ده اكس ولا واي. ففي الاخر خالص بيتكون عندنا عدد من الاجنه، العدد من الاجنه دي اكيد هيبقى فيهم اكس واكيد هيبقى فيهم واي. هو الطريف اللي في القصه اللي هنا هو ان يعني واحد بس هو اللي كان اكس واي، وده مش حاجه يعني، دايما بيبقى النسبه اكتر، مثلا ثلاثه ذكور ثلاثه اناث وهكذا. هو ده طبعا الوحيد اللي كان ذكر سليم كان هو دوت اللي احنا رجعناه، وهي عشان سنها صغير طبعا 33 سنه، فهي حملت فيه من اول مره، وكانت يعني سبب ان هم بقوا سعداء، لان هم كان الاوبشن الثاني ليهم ان هم كانوا يقعدوا يخلفوا لحد ما يجيبوا الولد. هو في ناس بتقعد تعمل كده، بيقعدوا لحد ما ربنا ياذن لهم بكده. الميزه في تحديد جنس المولود ان نسبه حدوث الحمل فيها بتبقى 100%
ذكر، يعني لو احنا عايزين ذكر هيبقى ذكر، عايزين انثى هتبقى انثى. وبعدين بتساعدنا برضو في حاجات تانية، ان ساعات بنقدر نكتشف اذا كان في عيوب خلقيه في الجنين نفسه، لان احنا من ضمن الحاجات احنا لقينا مثلا اكس اكس واي ده ابنورمال، حاجه ابنورماليتي موجوده، او اكس او مثلا او وات ايفر، اي ابنورمال او اي حاجه مش طبيعيه، اي جنين مش طبيعي مش هنرجعه، مش هنرجع مثلا ذكر بس في مشكله ذكر وداون سيندروم مثلا مش هنرجعه. فاحنا بنبقى عارفين كل الكروموزومات قبل ما بنرجعها، ونقدر احنا نرجع الذكر بس على امل ان يحصل. الكيس اللي جاي دي مهمه قوي، مدام سين سين، حاله غريبة جدا. الحالة بتقول ايه؟ عندها 36 سنة، عملت حقن مجاري 12 مرة في 5 مراكز مختلفة، 12 مرة لحد ما كانت تقريبا يأسة خلاص، خصوصا كل مرة بيتقال لها مفيش اي سبب لتأخر الانجاب. الحتة دي حط تحتها خط. قامت بزيارة مستشفى بداية، وبالفعل الكشف المبدئي وضح ان ما عندهاش اي مشكلة، تحاليلها كلها ممتازة. الخطوة التانية هي المنظار الرحم، وكانت المفاجأة كانت وجود زائدة لحمية في جدار الرحم قد لا تظهر إلا بمنظار متقدم جدا. الزائدة كانت صغيرة، وبالفعل تم إزالة هذه الزائدة وأعيد الحقن ببروتوكول علاجي مناسب للحالة مع مراعاة كل الكورسات التنشيطية، وأخيرا نجحت العملية وحملت الآن الحالة بتوأم. كلمة السر المنظار عالي التقنية، يعني مش كل منظار يعني زي ما بيقولوا زي المناظير بتوضح انها زي العربيات. كل حاجه دلوقتي بقت بتسهل قوي، وهي في حاجتين دايما، انك انت تبقى حاجه سيف وحاجه افكتيف، ان يعني ان ما تبقاش خطر على المريضه، بالذات ان احنا دلوقتي في العصر اللي احنا موجودين فيه ما ينفعش انك تعمل عمليه وتبقى فيها خطوره على المريضه. فكل شويه تقنيات بالذات بالنسبه للمناظير بتتحسن. احنا دلوقتي بقى عندنا حاجات اللي هي المناظير العلاجيه والمناظير الجراحيه، بقت ليها حتى القطر بتاعها بقى رفيع جدا، بنقدر ان احنا نعملها اوفيس، بنقدر ان احنا نعملها في غرفه العمليات حتى بنج خفيف او من غير بنج خالص. يعني المريضه ديت مثلا لما جت عملت المنظار الرحمي من غير ما بتاخد بنج، رفضت انها تاخد بنج وعملته من غير بنج، وازيلت اللحميه ديت من غير ما اساسا كانت لحميه داخل الرحم، ازيلت من غير ما بتاخد بنج بالسيزرز بالمقص العادي. وبعد كده طبعا احنا قلنا لها دي كانت مكان اللحميه اللي موجود داخل التجويف في الرحم دوت بيشتغل زي ما يكون لولب، زي ما تكون موجود لوب، زي ما تكون حتى مانع الحمل. فبالتالي بعد ازالتها بيحصل بعد كده دوت انها في الحاله ديت خلاص بقى الرحم مهيئ ان يحصل حمل. لما عملت الحقن المجاري حملت من اول مره، وده حاجه كنا مبسوطين بيها جدا، يعني لان هي حتى جوزها ما كانش مصدق. انا فاكر ان هو يعني ان بعد السنين دي كلها حصل عندها حمل، فانبسطوا جدا يعني. طيب انا عندي سؤال هنا مركب شويه. حضرتك يعني كونكتد بالمدرسة الإنجليزية، والمدرسة الإنجليزية قائمة أساسا على أطباء مصريين، وحضرتك ليك شغل في لندن لفترات طويلة، وكل المجموعة اللي هناك اللي بتعمل تأخر الإنجاب كلهم أو كتير منهم من أصول مصرية أساسا أو مصريين. طبعا. يعني أصدقاء كتير أوي. أصدقاء كتير، وكان في بروتوكولات عمل مشتركة هناك. صح. نظرة الأوروبيين وخصوصا الإنجليز اللي هم ملوك الحقن المجاري في أوروبا لي مدى تقدم الحقن المجهري الموجود في مصر، نظرتهم؟ والله انا شايف ان هم بيشوفوا المصريين، يعني هم شايفين ان مصر من البلاد اللي تحترم جدا في الحقن المجهري. بس دايما برضو الكلمه اللي بتتقال ان في مصر دي فيها تنوع كتير قوي، يعني فيها كل حاجه متنوعه. هم دايما حتى الكلمه ديت يعني الناس اللي هم هناك الانجليز بيشوفوا مصر فيها الناس الكويسين وفيها المراكز المتقدمه وفيها المراكز اللي هي مش متقدمه وفيها الناس اللي هي مش بتشتغل بروفيشناليزم قوي. لكن في الاخر خالص الاغلبيه الحاجه ان دايما الفيو بتاع مصر في مجال الحقن المجهري دوت حاجه كويسه جدا. ونسب النجاح عندنا هنا هوت بتكاد تكون زي اوروبا، وفي بعض الاحيان احسن من اغلب من مراكز كثيره جدا. يعني احنا لان احنا بنمشي بنفس البروتوكولات تقريبا، مع وجود طبعا تقدم علمي، مع وجود خبرات كثيره، ان احنا بنشوف حالات اكتر، فيعني بنشوف حالات اكتر من اي مركز موجود هناك. فده نسب النجاح عندنا بتبقى اعلى نسبيا. هو الحقيقه العالم كله فيه تباين، وفيه بس تلاقي الايه الكويس كتير والقليل وحش. احنا عندنا فيه تساوي تقريبا، يعني فيه كويس ووحش. خلينا على الكويس على طول. خلينا
اتمنى بقى يكونوا مثلا ايه 90 10 90%. بس على فكره اللي بيتلاحظ حاجه ان دايما بيقول لك في مثل بيقول لك لا يصح الا الصحيح، اللي هو في الاخر خالص انت ما بتلاقي دايما المريض بيتجه لمكان الصاحب اللي بيحس فيه ان هو فعلا في مراعاه للبروتوكولات الصح، المراعاه لان بيتعمل له العمليات الصح، بيتعمل له الاندكشن الصح، الحاجات دي كلها المريض نفسه بيحس بالقصه دي يعني سواء اجلا او عاجلا ده اللي بيظهر في الاخر يعني. وهو بيشوف الصح، ما هو دفع ثمن غالي برضه في حاجات كورسات تنشيط وهو الاخير الفترات كان ممكن بدل ما نعمل ده نروح في اتجاه الصح ونعمل ازاله رحميه لو احنا كنا عملنا منظار رحمي. بالظبط بالظبط. هي دلوقتي بقت اولموست مثلا اللي بيعملوا تكرر في فشل الحقن المجاري بقت مانداتوري ان يروح عند اي طبيب هيقول لهم يعملوا منظار رحمي، ودي حاجه برضو احنا ساعدنا على انتشارها ان ده بقت حاجه منتشره وبقت تعليمها سهل كمان. لان هي دلوقتي منظار رحمي كان زمان حاجه صعبه، دلوقتي بقت حاجه بسيطه واغلبيه حتى شباب الاطباء بداوا يتقنوها، فبقت حاجه كل ما بقت منتشره كل ما تبقى سهل ان الناس كلها تعملها يعني. وحضرتك كنت بتشرح لتلامذتك بتقول لهم ايه تريكس الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا ايه خلي بالك كده عينك تروح لحاجات هي سهل انها تستخبى منك صعب اكتشافها، مين التريك؟ لا هو التريك اللي دايما بتقولها اللي دايما بقول لهم ان ما حدش ياخد الكيس على حاجه واحده بس وما ياخدش القرار مره واحده، يعني ما ياخدش القرار اول ما يشوف البيشنت، لازم يشوف كل حاجه يدقق في كل حاجه قبل ما ياخد القرار، لان القرار دوت بيتبني عليه حاجات كتيره جدا بالنسبه للمريضه نفسها، بيتبني عليها مثلا سفرها انها تجيب جوزها من السفر، إن يعني في ناس كتيره جدا قرار مثلا انهم يعملوا حقن مجهري، في قرار إن لازم يتعالج الزوج الاول مثلا شهر او شهرين او ثلاثه، والزوج بيعمل في الخارج وشفنا تحاليله فنديله العلاج قبل ما يجي بحيث ان احنا نحسن الفرصه، في حالات ثانيه بيبقى الزوجه محتاجه نوع معين من البروتوكول قبل ما نبدا لها، في واحده تحتاج منظار رحمي، في واحده تحتاج منظار بطن في القنوات فالوب، مش كل حاله زي الثانيه، ومع ودايما يشوف الحاله جلوبالي قبل ما يبدا الديسيجن، وانس انه وصل الديسيجن يقدر ان هو يراجع نفسه في اي وقت، فده دايما بنقول ان هي منظومه، تاخر الانجاب ده منظومه ما بين الزوج والزوجه وما بين الكالتشر اللي موجود، ما ينفعش مثلا يدي علاجات لواحده عمرها 40 سنه زي واحده عندها 20 سنه. كل حاجه وكل ده بيجي بالوقت، خلي بالك ما فيش حاجه بتيجي مره واحده، وياما هيحصل غلطات في الاول، بس مع يعني مع المثابره والحاجات دي كلها كلهم هيقدروا ان هم يوصلوا لنتيجه كده. ماذا ترى حضرتك نحتاجه في المجتمع المصري خصوصا في مجال النساء والتوليد وتاخر الانجاب لكي نصل الى السياحه العلاجيه التي تناسب قدراتنا كرواد؟ والله اللي انا شايفه دلوقتي احنا في مصر ان هو انا شخصيا عندي بيجي لي ناس من كل حته في العالم يعملوا حقن مجهري، فدي لوحدها تعتبر سياحه علاجيه، لان احنا بنوفر لهم، واغلبيه الناس اللي بيقولوا يعني انا كتير جدا من الناس بيقولوا احنا ما شفناش حاجه زي اللي بنشوفها هنا في مصر في اي حته في بلاد اوروبيه وبلاد وامريكا والحاجات دي كلها، ما شافوش رعايه زي اللي بيشوفوها هنا. لو كل واحد قدر ان هو يوصل ده للمريض بتاعه يبقى في الاخر خالص المريض نفسه الناس بتقول لبعضها، يعني المريض اللي عندي بيجي المريض اللي جاي من دوله عربيه بيبعت لي مريض من دوله عربيه ثانيه، ولما بيلاقوا رعايه وبيلاقوا نسب نجاح عاليه بيبعتوا ناس ثانيه من عندهم وهكذا، هي الورد اوف ماوث والحاجات ديت اكتر حاجه بتمشي يعني. نتمنى يكون في كمان كوميونيكيشن ما بين المجال الفندقي ومجال الطبي، يعني يكون ده حاصل ده مهم قوي، ده حاصل جدا، يعني الناس بتيجي عايزه برضه تقعد في لازم يبقى في كوميونيكيشن، لازم يبقى في تعاون ما بين المجال الفندقي، يبقى في تخفيضات بشكل ما عشان برضه ما نوصلش. ده حاصل الحقيقه، ده حاصل فعلا يعني. انت بتنورنا بناس على هذا اللقاء الممتع جدا. ثلاث حالات مهمه جدا عنوانهم من قلب المحن تولد المنح، وساعات جدا الدنيا تظلم ويبقى مفيش امل خلاص وفجاه الامل يجي بزياده، كله توائم اهو ما شاء الله، ربنا يخليهم لي او يعني لابائهم واولادهم يحافظ عليهم وينشأوا رعايه جيده جدا. ثلاث حالات من 20,000 حاله، قصص كتيره ولسه اللي جاي هيبقى اجمل. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذنا الاستاذ دكتور اسماعيل ابو فتوح كالعاده بتنورنا، وبشكرك وبشكر فريق البحث العلمي الموجود في بدايه على هذا الجهد الكبير لان هو بيساعدنا بشكل كبير جدا في تحضير الحلقه دي.
استاذنا الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو فتوح كان ضيفي في الدكتور، خليكم دايما مع الدكتور.